أهلا بكم مشاهدينا في الحلقة الأولى من برنامج بلاتفورم وتتابعون فيها. نتابع في ترند: معسكر وتدريبات ليبيون في قبضة الشرطة جنوب إفريقيا. قصة اليوم: من الإمبراطورية النمساوية المجرية إلى فلسطين، ذهب لإغاثة غزة. وفي بلات ليبيا: هشام مطر كاتب ليبي على سلم العالمية. إذن مشاهدينا، فقرتنا الأولى هي فقرة ترند، والتي نرصد فيها تفاعل المتابعين والمعلقين على أبرز المواضيع بمنصات السوشيال ميديا خلال الأسبوع. نبدأها من دولة جنوب إفريقيا، فعلى بعد حوالي 360 كيلومترا من العاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرغ، 95 مواطنا ليبيا تقبض عليهم الشرطة بتهمة غريبة ومفاجئة. القصة بدأت حينما دهمت الشرطة مزرعة في منطقة وايت ريفر بمقاطعة بومالانغا، لتجد فيها ما قالت إنه معسكر تدريب سري. شرطة جنوب إفريقيا قالت إن الليبيين دخلوا إلى البلاد بتأشيرات دراسية للتدريب كحراس أمن، إلا أن تحقيقاتها أثبتت تلقيهم تدريباً عسكرياً. طبعاً تعليقات الليبيين على منصة فيسبوك بشأن هذه الحادثة تنوعت، من التساؤل عن تبعية هؤلاء الأفراد إلى تعامل السلطات الليبية مع الموضوع ومع المواطنين الأفارقة ودخولهم للأراضي الليبية. دعونا نتابع جزء من هذه التعليقات، نبدأها من عيسى. عيسى يقول: مجموعة من الليبيين مجندين كمرتزقة لصالح الفيلق الإفريقي، ومهامهم ستكون بأوامر من الفيلق الروسي الذي يتم إعداده هذا الصيف لمناصرة أنظمة موالية لروسيا وقلب أنظمة أخرى غير موالية للروس، المستعمرين الجدد. أما ألاء فتقول: بديروا كتيبة ميليشيوية جارية برا للتفوق على الميليشيات اللي جارية عشية المتواجدة في أنحاء البلاد. أما أنسام الجبل تقول: علاش الغموض؟ كيف حادث غريب؟ قولوا الحق للناس، هذا المدرب فيهم حفتر بالسر على الاغتيال والخبر طلع وفاح، علاش التدريج والخوف؟ أما سعيد يقول باختصار: واحد ضاحك على جماعة الشرق أو الغرب على أساس موقعين مع اتفاقية تدريب عسكري، وصامت منهم ما كتب ربي وملقط خوتك الليبيين وحاطهم في مزرعة على أساس معسكر الشرطة في جنوب إفريقيا استقاضت بيهم ومشت لقطتهم قطعوا لف مع بعضهم. أما نور الإيمان فتقول: يا سلام، وتوى أصحاب الضمير الحي بيقولوا وين الحكومة؟ هدو أبنائنا ومسجونين في بلاد الغربة، روحونا بيهم هني وهم، الله يكفي البلاد من شر أفكارهم. محمد رفيق محمد يقول: كان داروا معسكر هني ودربوا، من بيسمع بيهم اصلا؟ علاش مشاوا لاخر الدنيا؟ تعليق التالي من محمد: زعم الليبيين يشدوا اي مواطن من جنوب افريقيا؟ والله ما يقدروش، لان جنوب افريقيا دولة قوية وما يقدروش يشدوا مواطنيها عشان يقايضوا بيهم، زي ما شفنا تعاملهم مع دولة تشاد لما شدوا الليبيين اللي خشوا يصطادوا في الغزال ومعاهم سلاح. مروة: وين الغموض في الموضوع؟ واضحة العملية، غير ما حبوش الصراحة. تعليق التالي من أحمد يقول: لو نعرفوهم 95 مواطن من أي منطقة الشرقية أو الغربية يبان موضوعهم. إذن من جوهانسبرغ ننتقل إلى القرابولي شرق طرابلس. الترند الثاني هو من هناك ومحوره الأشجار. طبعا لاقى مقطع فيديو يظهر أشجار من فصيلة الثرو
تم قطعها على جانب الطريق الساحلي بمدخل منطقة الرواجح لتوسعة الطريق. لم يتسنى لنا في بلاتفورم التأكد من سبب قطع هذه الأشجار أو حتى معرفة الجهة التي أقدمت على قطعها، ولكن هذا العمل أثار بالفعل موجة من التعليقات المستنكرة لقطعها. دعونا نتابع جزء من هذه التعليقات، نبدأها مع تعليق محمد: لا حول ولا قوة إلا بالله، وين الشرطة الزراعية وجماعة الحرس البلدي وجماعة درسي مين؟ افتح الشنطة وهات ورق السيارة. البحار يقول: اللي بيصدق يصدق، أشجار يقطعوا فيه باش يبيعوه لكم تدفوا به في الشتاء. أما هشام فيقول: بلاد أصبحت صحراء وما عادش فيها غطاء نباتي، لا مطر زي جيراننا، ودرجة الحرارة أكثر من المعدل المعتاد. عبد المعطي يقول: لتوسعة طريق ساحلي بدل مكان حارتان سيصبح 4 حارات بإذن الله. التعليق التالي من محمد، محمد يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وتبو المطر تجي بالله منين بتجي. أما أبو عبد الرحمن: مدام للصالح العام ولتوسعة الطريق الساحلي فلا حرج، المنفعة العامة والمصلحة العامة لدولة ليبيا أولا وفوق كل اعتبار. أم مجدولين يقول أو تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، من زمان البلاد من غير أكسجين، زيدوا أقطعوا مرة أو أقطعوه مرة واحدة. إذن من القرابولي ننتقل الآن إلى جامع مراد آغا الكبير بتجورة، أكثر من 100,000 مسألة في الفقه، استغرق شرحه 11 عاما وأكثر من 1,000 ساعة بمعدل حلقتين أسبوعيا، تمتد كل واحدة منها ل50 دقيقة. هذه حصيلة شرح مفتي ليبيا الدكتور الصادق الغرياني لكتاب الشرح الكبير لمختصر الخليل لمؤلفه أحمد العدوي المعروف بأحمد الدرديز، وهو أحد الكتب المعتمدة في الفقه المالكي. الاحتفاء باختتام شرح المفتي الغرياني للكتاب تبعته موجة من التعليقات التي أثنت على هذا الجهد، بينما كان للبعض آراء أخرى قد لا تكون مرتبطة بالحدث. نتابع جزء من هذه التعليقات. إذا نبدأها مع سارة. سارة تقول: ربي بارك في عمله شيخنا الفاضل، ربي يحفظه. بالله الناس اللي تضحك في التعليقات شنو تحسوا بالضبط؟ إن شاء الله باللطف. التعليق التالي من سالم: علاش يتكلم الكتاب؟ أولا هل فيه كلام عن التوحيد والعقيدة الصحيحة ومحاربة الشرك والبدع؟ أحمد يقول: في ناس لا يعرفوا من هو الشيخ خليل، ولا يعرفوا من هو الدردير، ولا يعرفوا مختصر الشيخ خليل شن هو أصلا، ولا يعرفوا حتى من هو الشيخ الصادق، ومش فاهمين ولا حاجة، يضحكوا على خيبتهم وخلاص. شمس تقول: متحمسة يجي يوم ونقرأها السلسلة كاملة بإذن الله، حفظ الله الدكتور العالم الجليل الشيخ الصادق الغرياني. أما أبو عبد الرحيم: من نظر في شرحه لا يجد فيه علم محقق وتحرير مسائل، وإنما شرح تقليدي وتفكيك عبارات فقط إذا قارنته بشرح العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين، عرفت أن الرجل بعيد جدا عن العلم المحقق. مفتاح: وأما فضيلة الشيخ الصادق الغرياني فقد قضى وأدم عليه ونحن على ذلك من الشاهدين. حمزة: إن لم تصل إلى عمله فلا تنتقده، فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، دع الطعن لذوي العلم وليس بالاستهزاء، وأنت لا تحفظ جزء عما. في
فقرة ستوري قصتنا اليوم تدور حول عملة ذهبية يعود تاريخ صكها لأول مرة لأكثر من قرن. هذه العملة وجدت طريقا للتخفيف مما يلاقيه أهل غزة الذين يعانون ويلات الحرب والحصار. لنتابع. عملة ذهبية يعود تاريخ صكها لأول مرة لأكثر من قرن، حتى إن الدولة التي صكتها لم تعد موجودة. الحديث هنا عما يعرف في ليبيا بالمجارة، وهي تحمل قيمة 4 دوكات. العملة طبعت لأول مرة في الفترة بين 1870 وحتى عام 1915 قبل تفكك الإمبراطورية نهاية الحرب العالمية الأولى 1918 عقب خسارتها الحرب. العملة يحمل أحد وجهيها صورة الإمبراطور فرانز جوزيف، ويحمل الوجه الآخر شعار النبالة النمساوية المجرية لأسرة هابسبورغ الملكية الغنية عن التعريف في أوروبا. ويقدر سعرها بموقع التجارة الإلكترونية كموقع إي باي ب1250 دولاراً، بيعت في مزاد ليبي لأجل جمع التبرعات لغزة، ولأن الحسنة مضاعفة والخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. كان لسعر بيع هذه العملة التذكارية حكاية أخرى. إذن مشاهدينا، حكاية هذه العملة سنتعرف عليها مع ضيفنا محمد الجراح. دكتور محمد هو طبيب وناشط يقوم على حملة جمع التبرعات داخل ليبيا لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. أهلا بك دكتور محمد. أهلا، كيف حالك؟ إذن دكتور، حدثنا في البداية عن هذه العملة، كيف وصلت إليكم؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين، بارك الله فيكم على هذا الاهتمام الطيب، مشكورين الله يرضى منكم. طبعا احنا بعد موضوع الحمله متاعنا يعني لينا مده ونستقبلوا في كل التبرعات في كل الاشكال يعني. في يوم من الايامات يعني بحكم ان استقبلوا في تبرعات ماديه وعينيه اللي هي تتمثل في الذهب يعني والفضه معادن كثيره. فتواصل معي احد الشباب يعني من مدينه مصراته، وهو طبعا يعني صاحب محل الذهب، وقال لي ان على اساس ان في شخص تبرع بقيمه تبرع في قطعة الذهب فجارة في عيار 27 تصريحا حتى التقرير المذكور سالف ان هي وزنها 14 جرام، وزنها 14 جرام من فئة 27 جرام. فكلمني وقال لي حتجيك ان شاء الله في توصيل، لكن للأمانة احنا صحتها يعني جارة ما كناش نقول اصلا، فبعتها لي واستلمتها اسلفته التقرير يعني. ما القيمة المعنوية دكتور محمد لهذه العملة؟ هو طبعا القيمة المعنوية للعملة هذه هو نصرة ودعم أهل غزة في حربهم، حرب الأمة، حرب المقدسات ضد العدو الأول والأخير للأمة الإسلامية. المجارة هذه يعني تحمل في مضمونها رمز للتضحية، رمز يعني هي تكليل لكل الجهود اللي قائمين عليها في عملية الدعم والنصرة لأهلنا في غزة، وهو بند يعني من بنود الجهاد بالمال يعني، والجهاد بما تجود به النفس. يعني المجارة هذه ما تحملش في مضمونها الذهب الملبوس المعتاد اللي موجود عند النساء، وإنما يحمل المخزون أو الشيء اللي يدخره الإنسان أحيانا لنفسه. يعني هي قطعة الذهب هذه لا تلبس ولا جزء من الحلي، وإنما هي يعني جزء يعني كأنها مال مخزون. فلما الشخص يتبرع بالمال اللي مخزنه لنفسه للمستقبل أو لأبنائه أو لعائلته، فهو كأنه هو تبرع بإرث، وكأنه تبرع بموروث مادي لنفسه أو لأسرته، قد ما فداء لله في سبيل على كلمة الله نصرة إخواننا في غزة يعني. فحقيقة يعني أصبحت المجارة رمز للتضحية يعني يعني للتضحية نعم. عن الأشياء اللي طبعا دكتور يعني المبلغ الذي بيعت به هذه العملة هو أعلى بكثير من سعر الذهب الاعتيادي، ما المبلغ الذي وصلت إليه في المزاد؟ شوفي، هو سعرها في السوق الليبي حسب العيار 24 وهي وزنها 14 جرام، فكان سعرها يتراوح من 7000 إلى 7500. أذكر أن
صديق لي يعني دخل وكلمني وقال لي يا محمد راهو هذه لو بتبيعها في السوق حتجيب لك 7 7.5 7000 او 7500، لكن سعرها خارج ليبيا راهي توصل حتى ل 1300 دولار في الوقت هذاك، يعني كانت توصل يعني في توصل قيمتها ل 9000 دينار. فانا عرضت في الصفحه بتاعي ان هي تنباع باكثر من سعرها، وان اللي ياتي زياده فوق سعرها هو مكسب لاهالي غزه يعني. فانطلقت فكرة المزادات، ولكن بطريقة شرعية بحيث أن نحن نعطي علم للمشتري بوزنها وسعرها والسعر الحقيقي، وما زاد عن السعر الحقيقي فهو تبرع منا لأهل غزة. فهي كان سعرها احنا عرضناها بتسعة آلاف، يعني نتفكر أنني حلفت أن مش هنبيعها بأقل من تسعة آلاف، وللأسف يعني ما قدرتش نبيعها تاني يوم فأصبت بحالة إحباط. ففضل من الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا بمن يشتريها تخيلوا ب 36 ألف الحمد لله، هذه المجارة الأولى. فبعد ما انعرضت المجارة الأولى وانباعت 36 ألف ونزلنا أنها انباعت بالسعر هذا وأصبح الناس يزايدون على ثمنها، تواصل معي أحد الشباب وقال لي إحنا عندنا في أسرتنا قطعة أخرى ونتمنى أن كنت تبيعها حتى بخمسين ألف يعني تتجاوز 36. فبفضل الله أنه هو جاب لي المجارة الثانية وانباعت بفضل الله ب 68 ألف، يعني انباعت بضعف ما بيعت به المجارة الأولى، ويعني انباعت بأكثر من سعرها الحقيقي تقريبا بعشر أضعاف يعني لله الحمد ب 68. طيب ماذا عن تفاعل الشعب الليبي بشكل عام مع القضية الفلسطينية، مع التبرع للشعب الفلسطيني وأهل غزة في هذه الحرب الأخيرة؟ والله حقيقة وجهة نظرنا في تفاعل الليبيين تغير. احنا قعدنا متابعين للأحداث من يوم 7 أكتوبر، ويعني قعدنا يعني نتابع في الأحداث ونشوفوا أن الناس كانوا في مظهرها في الشارع يعني يبان أن الوضع طبيعي وأن الناس عايشين حياتهم طبيعية ويعني عايشين عادي زي باقي الشعوب. ولكن بمجرد أن فتحنا حملة التبرعات هذه صدمت بكمية التضحيات والتنافس والتسابق والتنافس اللي صار من أجل التضحيات، وكأن الناس تحاول من يثبت أنه هو ضحى أكثر. فتم تقديم كل التضحيات بشكل أكثر مما تتخيل يعني بكل الأشكال. أنا حاليا نكلم فيك حاليا وبعد شوية ماشي بنستلم سيارة مرسيدس موديل 2019 سعرها 110 ألف، الحمد لله يعني استلمناها من صاحبها، وهناك من تبرع بشرائها بأكثر من ثمنها ب 113 ألف. يعني أنا حاليا حنكمل منك الحلقة إن شاء الله تعالى ونمشي ننطلق نستلم السيارة ونسلمها للمشتري. بارك الله فيهم جميعا والله. شكرا لك الدكتور محمد الجراح، طبعا نتمنى لكم المزيد من التوفيق في هذه الجهود. شكرا لك. هذه الفقرة لكم أنتم محبي القهوة. قهوة بالموجات فوق الصوتية ليست فكرة من أفلام الخيال العلمي، سيكون بالفعل بإمكان محبي قهوة كولد برو قريباً الحصول على قهوتهم المفضلة والتي تتميز بحموضة أقل وطعم أقوى من أنواع أخرى كالإكسبريسو بطريقة أسرع بكثير من الطرق السابقة. القهوة التي كان يتطلب تحضيرها بيئة خاصة بدرجة حرارة معينة، ينقع فيها البن المطحون في الماء البارد ليوم كامل أو نصف يوم، ستكون أسهل وأسرع وألذ من ذلك. باحثونا بجامعة نيو ساوث ويلز في مدينة سيدني الأسترالية تمكنوا من ابتكار تقنية جديدة تعتمد على تخمير حبوب القهوة عبر الموجات فوق الصوتية لاستخراج كمية أكبر من النكهة ومن الكافيين، لتوضع بعد ذلك في آلة إسبريسو معدلة للحصول على كوب القهوة في عملية لا تستغرق أكثر من 3 دقائق. التقنية الجديدة وفي حال اعتمادها من شركات ومصانع ماكينات القهوة ستتيح إنتاجاً سريعاً لقهوة كولد برو الباردة، عوضاً عن طريقة التقطير التقليدية البطيئة جداً. ف
فقرة بلات ليبيا مشاهدين لهذا الأسبوع ستكون حول الكاتب الليبي هشام مطر. هشام مطر الذي حاز على جائزة أورويل للكتابة السياسية مؤخرا عن رواية أصدقائي، يجد طريقه إلى العالمية مرة أخرى باقتحامه قائمة أفضل 100 كتاب للقرن 21 التي نشرتها صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية لأفضل كتب منذ عام 2000 بناء على استطلاع لمئات الشخصيات الأدبية التي حددت هذه الكتب. الرواية صدرت عام 2016 وتناول فيها مطر رحلته إلى ليبيا، عودته إلى ليبيا بعد فترة في عام 2012 وبحثه عن حقيقة اختفاء والده. الكاتب كان في 19 من عمره عندما اختطف والده وسجن لمعارضته نظام القذافي، وخاض مطر رحلة للكشف عن مصير والده إثر عودته إلى ليبيا بعد سقوط النظام في الثورة 17 من فبراير. نتابع وإياكم مشاهدين بعض التعليقات على خبر إدراج كتاب هشام مطر على قائمة أفضل 100 كتاب في القرن 21. نبدأها مع محمد. محمد يقول: مفخرة لكل العرب، هذا الشاب الذي تيتم وحرم من الأبوة ظلما وعدوانا، هذه المأساة قد فجرت فيه عبقرية السرد الروائي وأصبح كاتبا عالميا. أجمل التهاني لهذا العملاق الأدبي ومزيد من النجاح والإبداع. أما راشد فيقول: طبعا ما حدا بيعرف فيه لأنه مشاهير العرب هم حمو بيكا ونانسي عجرم وأي حد بيشلح بث مباشر على التيك توك، وهذا يدل على مستوى الوعي العربي العالي جدا. مصطفى يقول: حتلقوهم بيلمعوه الأول وبعدين بيبعتوه يخرب ليبيا، عملوا فينا كده بالبردعي في مصر. أما أحمد فيقول: هو ابن المناضل جاب الله مطر الذي راح ضحية أحداث بوسليم عام 1996. إذن مشاهدينا، بهذه التعليقات نختم فقرة بلات ليبيا ونصل أيضا لختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج بلاتفورم. نشكركم على حسن المتابعة، يتجدد لقاؤنا بكم الأسبوع القادم. إلى اللقاء.